بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة التاسعة من مادة تكنولوجيا القياس. بهذه المحاضرة راح ناخذ الهيدروستاتيك بريشر، ضغط عمود السائل. مثل ما نعرف انه لو كان عندي خزان وهذا الخزان مملي بسائل معين، فهذا السائل راح يسبب لي ضغط في أسفل الخزان. هذا الضغط يتناسب طرديا مع كثافة السائل المحتوى داخل الخزان، وأيضا مع ارتفاع الخزان أو ارتفاع السائل حسب المعادلة اللي تقول أنه الـ P تساوي رو G، هو التعجيل الأرضي أو الجاذبية الأرضية في H. فإذا كان جاذبية ثابتة، وأيضا إذا كانت كثافة السائل ثابتة، فنلاحظ أنه تناسب طردي بين الضغط في أسفل الخزان وارتفاع السائل. فكل ما كان ارتفاع السائل أكبر، كل ما كان الضغط أكبر. على هالأساس راح ندرس عملية نصب الترانسميتر في أسفل الخزان، ومن خلالها ومن ثم استنتاج ارتفاع السائل من خلال قياس الضغط في أسفل الخزان، ومن ثم بعد معرفة السائل أو العفو بعد معرفة ارتفاع السائل راح نعرف حجم السائل، لأن مثل ما نعرف حجم الأسطوانة هو يساوي أو يتناسب طرديا مع ارتفاع السائل. بهذه الصورة أو هذا الجدول يمثل لي تحويل بين وحدات القياس أو وحدات الضغط from مثلا PSI إلى مثلا ملي بار أو بار أو الباسكال أو الكيلو باسكال أو الملي متر H2O أو الإنج H2O اللي راح نسميها ووتر كولوم إلى آخره. فمثلا عندي الواحد PSI from PSI من PSI الى سوي خط افقي الى الانج H2O، اذا من ال PSI الى الانج اضرب 27 حتى احول 1 PSI الى انج اضرب في 27، يعني كل 1 PSI يساوي 27 انج، وهكذا. اذا من البار مثلا احولها الى الباسكال، فكل 1 بار اشوف يساوي 10 أو 100 ألف، 10 أس 5 باسكال. فحتى أحول من البار إلى الباسكال أضرب هذا المقدار، وهكذا. هذا الجدول التحويل مهم كيفية استخدامه، مو مطلوب حفظ، مهم كيفية استخدامه. البريشر أوف ليكويد فلويد كولوم، مثل ما نلاحظ هنا لو كانت عندي أشكال مختلفة، إناء بأشكال مختلفة، هذا الشكل وهذا الشكل وهذا الشكل، ترستهن بووتر بماء له كثافة معينة ولتكن جاما. نشوف على الرغم من اختلاف شكل الإناء راح ياخذ السائل مستوى واحد، هذا نسميه بظاهرة الأواني المستطرقة، اللي أنه مهما اختلف الشكل راح يكون مستوى السائل واحد في الأشكال المختلفة. فلاحظ الـ H متساوي بغض النظر عن كمية وحجم الماء تبعا لشكل وحجم الإناء اللي يحتوي. فلو كان هناك pressure gauge في أسفل كل خزان، راح نشوف أنه هذا الـ pressure gauge راح يسجل لي نفس القيمة بالخزان الأول والخزان الثاني والثالث ومن ثم الرابع بغض النظر عن شكله. من هذا نستنتج أنه الضغط في أسفل الخزان P تساوي رو جي اتش. فلاحظ هذه المعادلة، رو هو كثافة الماء، الماء واحد في كل الخزانات، والجي هو كلهن على مستوى أو على سطح الأرض، إذن الجي التعجيل الأرضي ثابت إلهن. وبما أنه الماء يأخذ شكل أو ارتفاع واحد داخل الخزانات المختلفة الأشكال، إذن
الرو والجي والاتش كلها متساوي بالإناء، وبالتالي الضغط في الأشكال المختلفة في أسفل الأشكال المختلفة راح يكون متساوي بغض النظر عن شكل وحجم الإناء. ممكن أنه الرو في الجي هي الجاما، الرو في الجي هي جاما، فتصبح المعادلة P تساوي جاما في H. هسه نجي ال P هو الهيدروستاتيك بريشر، الرو هي الماس دنسيتي اوف فلود، الكثافة الكتلية بالكيلوغرام بير كيوبك متر، كيلوغرام على المتر مكعب، مثل ما نلاحظ كيلوغرام على المتر مكعب. وأيضا ممكن هذا بالنظام المتري، بالنظام البريطاني ممكن وحدة قياسها تكون بالسلات بير كيوبك فوت، هذا النظام البريطاني. ايضا عندي الجي الاكسلريشن اوف جرافيتي، تعجيل الارضي اللي هو 9.8 متر على السكند تربيع، والجاما الويت دنسيتي الكثافه الوزنيه بالنيوتن بير كيوبيك متر، بالنظام المتري نيوتن على المتر تكعيب، وبالنظام البريطاني البريتش سيستم راح يكون باوند بير كيوبيك فوت، باوند معناها ليبرا بير هذا الخط الكسر فوت كيوبك فوت القدم تكعيب. راح ناخذ اكزامبل، طبعا هنا الباوند مختصرها ال بي، من نشوف وحدة قياس ال بي معناها باوند من كلمة ليبرا. راح ناخذ هنا اكزامبل، نحسب لو كان عندي هنا خزان يحتوي على اويل كثافة مالته 40 باوند بير كيوبيك فوت، هاي الكثافة مالته، وارتفاع السائل داخله ال H equal to 12 فوت، نريد ال P oil ال pressure أسفل الخزان، نطبق المعادلة ال P تساوي جاما في H، فنعوض عن الجاما ب 40 باوند على الفوت تكعيب، ونضربها في ال H 12، فتختصر ال الفيت مع الفيت الفوت العفو، وتصير 480 باوند على الفوت سكوير. هذه البرجر هنا ضروري انه اعرف بعض التحويلات بين وحدات القياس او اليونت المختلفة، اللي هو واحد فوت قدم واحدة تساوي 12 انش، و الانش اوف ووتر كولوم، يعني لو كان عندي سائل معين ماء وارتفاع السائل 1 انش، هذا راح ارمز له بهذه انش ووتر كولوم، ال W ووتر وال C كولوم معناها ارتفاع عمود الماء بوحدة قياس الانش، وهنا ممكن اختصرها انش H2O معناها inch water column، ارتفاع الماء داخل خزان معين بوحدة الانش، معناها الضغط اللي يسلطه سائل نوع ماء، واذا كان ارتفاعه كذا انش x من الانش، هذا معناه. فمن اشوف water column معناها inch H2O، حتى بالجدول inch H2O معناها water column. اوكي، بعد ما استخرجت هنا الضغط بوحدة الباوند على الفوت تربيع، هذه ما مو شائعة وحدة القياس الليبرا على الفوت سكوير، راح احولها الى ما يسمى بال بي اس اي، وحدة قياس الضغط المشهورة اللي هي تساوي لي الباوند على الانش سكوير، باوند على الانش سكوير بدل ما الباوند على الفوت سكوير. فحتى احول من ليبرا او الباوند بير فوت سكوير، باوند سكوير فوت، حتى احولها الى البي اس اي، هاي الكلمة بي اس اي جاية من باوند ليبرا، باوند بير سكوير انش، سكوير اس انش. اوكي، اقسم على 144. ليش صارت هذه؟ يعني حتى احول من بي اس اي الى
العفو من بي اس اف، من الباوند على الفوت سكوير الى البي اس اي، ليش صارت او ليش اقسم على 144؟ نلاحظ هنا بي اوت او بي اويل. فالمثال اللي اخذناه 480 باوند بير سكوير فوت بي اس اف، فباوند بير لكل سكوير فوت. فاريد احصل بي اس اي، البي اس اي قلنا هي سكوير، مثل ما نلاحظ البي اس اي هي الباوند على سكوير انج. فشون احصل باوند على سكوير فوت؟ شو اسوي؟ اضرب في 1 على 12. ليش 1 على 12؟ مثل ما نلاحظ انه الواحد فوت هو 12 انج، فحتى اختصر الفوت سكوير فوت مع سكوير فوت لازم اربع الواحد على 12. فهذه 1 على 12 قلنا 1 فوت يساوي 12 انج، 12 انج. فحتى اختصر الفوت سكوير فوت هنا لازم اربع هذا المقدار، فالواحد تربيع يبقى تربيع، يبقى الفوت تربيع، وال12 في تربيع يعني 12 في 12 يصير 144 مثل ما نلاحظ هنا. فصارت فوت تربيع عندي وانش ايضا تربيع سكوير انش، فاختصر الفوت مع الفوت ويبقى عندي الباوند على الانش سكوير انش اللي هي باوند بي سكوير انش اي. حصلت على وحدة الباوند على السكوير انش اللي هي البي اس اي. لذلك حتى احول الضغوط مثل ما راح نشوف، ناخذ اكزامبل مباشرة من البي اس اف الى البي اس اي. البي اس اف اقصد بها الباوند على بير سكوير فوت الى الباوند بير سكوير انش البي اس اي، اقسم على 144. وبالعكس اضرب في 144، اذا من البي اس اي اذا للبي اس اف اضرب في 144. عادة ما نستخدم من البي اس اف الى البي اس اي، فحولنا الى البي اس اي، وحدة القياس الشهيرة للضغوط البي اس اي. يوجد نظام ثاني لقياس الضغوط وهو قياس ضغوط السائل بدلالة ارتفاع عمود الماء، وهذا الارتفاع مقاس بالانج، اي ارتفاع او قياس الضغوط بوحدة الانج ووتر كولوم، مثل ما ذكرنا الانج ووتر كولوم او الانج H2O. الووتر كولوم مرات نسميها H2O، عمود الماء او رمزها الكيميائي اللي هي H2O. فحتى احسب الضغط، هسه هنا حسبت الضغط بوحدة الـ PSI عن طريق القانون اللي هو الـ P تساوي رو جي اتش، رو جي اتش. هسه اروح احسب الضغط بطريقة اخرى واللي هي طريقة الووتر كولوم. فلو كان عندي سائل، هذا السائل الكثافة مالته باوند 40 باوند بير كيوبك فوت، اول ما اروح احسب السبيسيفيك جرافيتي الاس جي مالته اللي هي جاما اويل على جاما ووتر، وتساوي بي اويل على بي ووتر. سبيسيفيك جرافيتي اوف اويل للاويل اللي هو الجاما اويل اللي منطيني اياها بالسؤال 40 باوند بير كيوبك فوت على الجاما مات الووتر، هذه تنحفظ 62.4. تختصر وحدات القياس كثافة، وحدات قياس كثافة على وحدات قياس كثافة أخرى، إذا specific gravity without unit أو unitless نسميها. إذا بعد ما حسبت الـ SG أجي أريد أحسب الـ P oil. البي اويل مثل ما ذكرنا نفس الشكل هذا بوحدة الووتر كولوم، مثل ما نلاحظ
هذا معلوم اريده، فلازم عندي البي ووتر وعندي الاس جي السبيسيفيك جرافيتي. السبيسيفيك جرافيتي عندي استخرجتها، فاقول البي اويل حسب هذا القانون بي ووتر بالسبيسيفيك جرافيتي. البي ووتر اروح اشوف عمود انا اريد اوجد ضغط السائل اللي هو الاويل النفط. طبعا ارتفاع النفط داخل الخزان هو 12 فوت، فمن اجي احسب البي ووتر احسب على اساس 12، يعني ارتفاع السائل ماء بدل الاويل اعتبره ارتفاعه 12، ولذلك هسه من اقول بي ووتر 12 ارتفاعه فوت نفس ارتفاع الاويل، اعتبر انا استبدلت الاويل بي العفو الاويل نعم بالووتر استبدلته في، بس احول الفوت الى انش اعرف انه كل 12 انش تساوي 1 فوت، يعني 12 انش لكل فوت، فاضرب 12 فوت في 12 انش لكل فوت. الفوت والفوت تختصر 12 في 12 144 ووت انش، هذه العلامة معناها انش ووتر كولوم، انش ووتر كولوم. اذا البي ووتر 144 اجي اعوضها هنا اضربها بالسبيسيفيك جرافيتي يطلع لي البي اويل بوحدة الانش ووتر كولوم يساوي 92.3 انش ووتر كولوم. يعني حسبت الضغط بطريقة السبيسيفيك جرافيتي وبوحدة الووتر كولوم، اريد اتأكد من الضغط اللي حسبته سابقا بالبي اس اي، واريد احول وحدة الووتر كولوم الى البي اس اي، اذا لابد من وحدة تحويل او طريقة للتحويل. فحتى احول الانش اتش 2 او او انش ووتر كولوم قلنا نفس الانش اتش 2 او الى وحدة البي اس اي لازم اقسم على 27.68، او اروح للجدول واحول البي اس اي الى الانش اتش 2 او اشوف وحدة التحويل اللي بدينا بها المحاضرة. راح نشوف وحدة التحويل 27.68، فالرقم اللي طلع لي 92.3 انش ووتر كولوم، واعرف انه حسب جدول التحويل كل واحد بي اس اي يقابل لي 27.68 انش ووتر كولوم، فالووتر كولوم مع الووتر كولوم وتظهر لي البي اويل هو نفس النتيجة السابقة 3.3 بي اس اي. فانت حر بالاختيار او حسب معطيات المسألة، اما تستخرج الضغط بالسبيسيفيك جرافيتي وبوحدة الانش ووتر كولوم، او مباشرة تستخدم القانون بي تساوي رو جي اتش. مثل ما نلاحظ هنا عندي بهذا الشكل، هذا ترانسميتر وهذا اناء او نسميه فازل، اسطوانة، وعاء اسطواني يحتوي على سائل ملون، وهنا مدرج بوحدة الانج، والترانسميتر الهاي بورت مربوط الى اسفل الخزان هنا حتى نقيس الضغط. اذا قست الضغط والرو سائل معروف الكثافة معروف النوع، اذا هو معروف الكثافة والجي معلومة والبي قيسها الي طبعا بوحدة البي اس اي اخليها مثلا تقيس لي اياها اسيت الترانسميتر، اذا المجهول هو الاتش، راح اقدر استنتج الاتش. من بعد ما اعرف الاتش ارتفاع السائل داخل الخزان راح اقدر اعرف الحجم وهو المطلوب. اذا الغاية هو معرفة ارتفاع السائل داخل الخزان النفطي ومن ثم قياس حجمه وتقدير حجمه بوحدة المتر مكعب مثلا او وحدة اخرى. فعن طريق معرفة حجم الاسطوانة اللي هي تساوي V تساوي باي R سكوير في H، الR هو نصف القطر الاسطوانة يكون ثابت عادة، و اذا ال V يتناسب طرديا، حجم السائل النفطي يتناسب طرديا مع ارتفاع داخل الخزان النفطي. بعد معرفته معرفة الارتفاع من خلال قياس الضغط نجي نعوض ال H نحسب الفوليوم او حجم السائل النفطي، حجم السائل داخل هذه الاسطوانة. في بعض الاحيان
عملية قياس الارتفاع راح تكون مو دقيقة، أو هذه الطريقة أنه من خلال قياس ارتفاع السائل داخل الخزان ومن ثم تقدير الحجم راح تكون مو عملية. شلون؟ لو تغيرت الكثافة في هذه المعادلة، في حال تغير الكثافة، طبعا الكثافة إذا تغيرت مثلا ترتفع درجة الحرارة، راح الكثافة الحجم يزداد يتمدد، فالارتفاع راح يزداد، الارتفاع يزداد، وبالتالي الترانسميتر تقيس لي بريجر، بس الارتفاع راح يكون مختلف عن الحالة الأولى قبل ارتفاع درجة الحرارة ومن ثم الحجم مختلف. بس أكو مسألة، أنه لو ركزت بقياس الكتلة ما راح يصير عندي ايرور. شلون؟ مثلا ازدياد درجة الحرارة راح يؤدي لي إلى ارتفاع أو نقصان بالرو، نقصان بالكثافة نتيجة لزيادة الحجم، فأعرف الكثافة هي الكتلة على الحجم، فراح يزداد الحجم فراح تقل الكثافة. بنفس الوقت زيادة الحجم معناها راح يصاحبه زيادة في ارتفاع السائل، نفس النقصان في رو راح يصاحبها زيادة بنفس المقدار في اتش، راح يرتفع السائل نتيجة لتغير درجة الحرارة، تمدد السائل راح يرتفع، بس راح تبقى انه حاصل ضرب الرو في الاتش راح يبقى مقدار ثابت، مثل ما نلاحظ حاصل ضرب العفو رو راح تزداد تقل بارتفاع درجة الحرارة، الاتش راح يزداد، انا اعرف هي البي تساوي رو جي و اتش، فالجي ثابتة، فحاصل ضرب الرو في الجي يعني زيادة هنا او نقصان بالرو راح يصاحبها زيادة او نفس المقدار زيادة بنفس المقدار في الاتش، اذا حاصل ضرب الرو في الاتش راح يبقى كمية ثابتة، وبالتالي الضغط راح يبقى ثابت، يعني بكل الاحوال الترانسميتر المنصوبة في اسفل الخزان راح تسجل لي نفس الضغط مع ارتفاع او عدم ارتفاع درجة الحرارة، ثبوتها او عدم ثبوتها راح تسبب لي او تقيس لي نفس الضغط. هذا يقودني الى ما يسمى بالهيدروستاتيك بريشر، ممكن من خلاله استنتج الماس بدل ما الفوليوم، لان الفوليوم قلنا يتمدد مع درجة الحرارة. شلون؟ show that the total mass of the liquid stored in a vessel، يعني لو كان عندي خزان يحتوي على كتلة سائل كتلته M B و cross section area، مساحة هذا الخزان الكروس سكشن مالته تساوي A، اثبت لي انه هاي الكتلة directly proportional to pressure، تتناسب طرديا مع الضغط، ولا تعتمد على كثافة السائل، independent معناها لا تعتمد على كثافة السائل، مثل ما نلاحظ الام تساوي الرو في الفي، الكثافة او الكتلة هي الكثافة الكتلية في الحجم، قانون ثابت. وبما انه الفي حسب هذا الفي الفوليوم هو المساحة في الارتفاع، مساحة في الارتفاع، اذا نعوض عن الفي هنا ب اي اتش، وبما انه الاتش ممكن استنتجه اللي هو بي تساوي رو جي اتش، اذا الاتش هو بي على رو في الجي، اشيل الاتش اخلي مكانها بي على رو في الجي، فالرو تختصر مع الرو ويصبح عندي الام الماس تتناسب او تساوي الاريا مات الخزان، فلو كان هو اسطوانة اذا مساحة الاسطوانة اللي هي مساحة الدائرة، مساحة المقطع العرضي مات الدائرة، اذا نلاحظ انه علاقة الكتلة المخزونة داخل الخزان النفط الاسطواني تتناسب طرديا مع الضغط.
مع الضغط، ولا تعتمد على الكثافة. يعني تغير درجة الحرارة وتغير الكثافة ما راح يدخل ويأثر لي على كتلة المخزون النفطي، وبالتالي عملية قياس الكتلة تفضل دائما على عملية قياس الحجم. This is useful to know an in applications where the mass measurement قياس الكتلة of liquid rather than بدل ما نقيس الفوليوم ميجرمنت. دائما يفضل، لان الفوليوم قلنا يتمدد مع درجة الحرارة وبالتالي ما راح يعطيني قياسات مضبوطة. هنا عندنا ترانسميتر منصوبة على خزان نفطي، نشوف هذا فينت متروك للضغط الجوي، ايضا هنا متروك للضغط الجوي، فكل ما يرتفع السائل كل ما سجل الترانسميتر عبر الهاي بورت راح يسجل لي ضغط اعلى حسب المعادلة اللي هي بي تساوي رو جي اتش. هذه هي ترانسميتر. مستخدم لقياس الضغط. هنا راح ناخذ مثال جدا مهم، هذا المثال وبسيط. عندي خلينا نشوف السؤال مالته اللي هو What is the 5-point calibration table of a transmitter؟ ما هي جدول المعايرة لخمس نقاط، يعني خمس ارتفاعات 5-point، خمس ارتفاعات من ضمنها الصفر، يعني الصفر مع أربع قيم إله. زين، كالبريشن تيبل يعني هو جدول المعايرة اللي لكل ارتفاع ايش قد يقابله نسبة مئوية من هذا الارتفاع، وايش قد يقابله ضغط، وايش قد يقابل هذا الضغط اوتبوت. يعني لو كان الارتفاع صفر ايش قد الضغط راح يسجل الترانسميتر، وهذا على الدايفرام مالها ايش قد راح يسلط، وهذا الضغط ايش قد راح يترجم الى اوتبوت اشارة ادخال. فهذا هو الكالبريشن تيبل. انتبه لي الى عملية، نقرأ السؤال هسه. المطلوب كالبريشن تيبل يعني هذا ما يعني راح يعطى لك فارغ، انت تمليه، انت توجد هذا الجدول. لو استخدمت كلوز كابل، لو استخدمت ترانسميتر في اسفل الخزان بأويل ستورج تانك، بهذا الاويل ستورج تانك ضروري انه يعطيني الكثافه، القامه مالته تساوي 40 باوند بير كيوبيك فوت. افترض تانك هايت ضروري يعطيني الرينج او الميجرمنت سبان نسميه، يعني اقل قيمه واعلى قيمه يوصلها السائل داخل الخزان النفطي. نشوفه 12، يتراوح من 0 الى 12. اويل دنسيتي 40 باوند لكل كيوبك فيت. نجي مثل ما ذكرنا، طبعا في حال انه الخزان النفطي صفر راح الاوتبوت يكون 4، هاي عرفناها انه الاشارة تكون مو صفر ملي امبير راح تكون 4. في حال المل الكامل الفول او الفول للملء الكامل راح يكون 20. اوكي، شلون نبدي نرتب؟ بما انه 5-point، اذا اطرح نقطة واحدة اللي هي الصفر، 5 ناقص 1 يعطيني، يبقى لي 4، يعني 4 ارتفاعات غير الصفر. حتى اعرف ايش قد هذه القيم الاربعة، اقول 12، ايش قد الرينج الكلي هو 12 تقسيم 4 راح يعطيني الستب الوحدة، يعني مقدار القفزة بالارتفاع 3، يعني من 0 الى 3، من 3 اضيف لها بعد 3 صارت 6، اضيف لها بعد 3 صارت 9، اضيف لها بعد 3 صارت 12. اذا الستيب او الدلتا اتش اللي مثلا يقول ايش قد اخذ هنا قيم الارتفاع، شلون اقسم، نقسمهن وفق المعادلة اللي ذكرتها. نقول 5 ناقص 1 4، 12 ناقص 4 تقسيم 4 3، إذا 0 3، نزيد 3 3. لو كان هنا 7 ناقص 1 نقول 12 تقسيم 6، فراح يكون 2 0 2 4 وهكذا. إذا أول ما أجي أوزعهن الأويل ليفل هنا بوحدة الفت 0 3 6
تسعة اثنى عشر. اجي البرسنتج اوف البرسنت اوف رينج، يعني هنا ستة في حال ستة فوت من اصل اثنى عشر، ايش قد هذا؟ ايش يمثل لنسبة ملئ؟ ايش قد؟ 50%. والتسعة 75%. شلون اعرفها؟ صفر تقسيم 12 في 100%، صفر تقسيم 12 صفر في 100% 0%، ثلاثة تقسيم 12 واحد على أربعة في 100% ربع يعني 25%، ستة تقسيم 12 وهكذا. إذا النسبة المئوية سهلة. بعد ما أوجدت النسبة المئوية أروح إلى الهيدروستاتيك بريشر بوحدة البي اس اي، لا أنسى بوحدة البي اس اي. أنا أعرف هسه أجي أنت مخير هنا، إما تاخذ قيمة قيمة يعني كل ارتفاع تطبق المعادلة جاما اتش، عندك الجاما 40 في اتش صفر هنا مثلا يطلع لك صفر بي اس اي، مثلا الماكسيمم اعلى قيمة عندما 12 هنا تعوض 12 طبعا تحولها للبي اس اي تقسم على 144 مثل ما عرفنا. فاذا اريد احسب القيمة الاخيرة اللي هي جاما 40 في خلنا نحسبها الحاسبة أفضل، ف 12 ارتفاع 12 في هاي الجاما في ال H، العفو هاي ال H في الجاما 40 في 12 480 تقسيم 144 حتى حولها للبي اس اي يطلع لي 3.33 هذا المقدار. وهكذا بالنسبة للقيم، عوض الستة بهاي المعادلة مثل ما حسبناه ووجدها. بس اكو طريقة اسهل حتى احسب الجدول بدون ما اطبق المعادلة كل ساعة، انتبه ركز وياي. الباور او العفو البرجر بالبي اس اي هو ماكسيمم ناقص مينيمم في النسبة المئوية المقابل للعدد المراد ايجاده او للضغط المراد ايجاده زائد اقل قيمة المينيمم. هسه شنو هي المينيمم شنو هي الماكسيمم؟ المينيمم من احكي على برجر هذا هو المينيمم، اقل قيمة مينيمم، وهذا هو الماكسيمم. طبعا الماكسيمم والمينيمم يفضل اول ما ابدي بيهن اوجدهن بالمعادلة حسب المعادلة. بعد ذلك القيم الوسطية كأن يكون 4 5 قيم 6 قيم، من الصعب انه كل ساعة اجي اعوض هنا، او طريقة اخرى لإيجادها بدل ما أعوض أستخدم هاي المعادلة أجي أستخدم هنا هاي المعادلة. الماكسيمم هي راح تكون هذا 3.3، إذن 3.3 ناقص المينيمم اللي هو صفر ناقص صفر في أريد أوجد مثل هذا المقدار 2.5، شون طلع؟ إش قد النسبة المئوية اللي تقابل هذا؟ إذن ماكسيمم 3.3 ناقص صفر في النسبة المئوية اللي تقابل لهذا العدد، إيش قد النسبة المئوية في 75%، 75%، 75% يطلع لي طبعا زائد المينيمم اللي هو هنا بهاي الحالة صفر زائد صفر يبقى لي الرقم 2.5 هذا المقدار. وهكذا مثلا أريد هذا المقدار اللي هو 1.67، أقول الماكسيمم مثل ما ذكرنا نصفرها 3.33-0 في النسبة المئوية اللي تقابل هذا اللي هو 25% العفو 50% 0.5 يطلع لي 1.665 اللي هو نفسه تقريبا. إذن هاي المعادلة أقدر أستنتجها بعد ما أوجد القيمة الأولى والأخيرة الماكسيموم مينيموم باستخدام هذه المعادلة. بنفس الطريقة أوجد الأوتبوت. أنا أعرف أنه الزيرو عند ما ماكو برجر على الهاي بورت معناها 4، وعند ما يمتلئ الخزان معناها يوصل 20. إذن هذه القيمة الأولى والأخيرة ما يحتاج أحسبها بالمعادلة، مع ذلك ممكن حسابها.
القيم الوسطية مثلا ال 12 شلون اجت؟ نجي الى ال 12 شلون اجت؟ استخدم المعادلة الماكسيمم ناقص المينيمم اللي هو الماكسيمم هنا 20 ناقص، نستخدم الحاسبة، 20 ناقص المينيمم اللي هو 4 بهش حالة هسه، 4 16 في النسبة المئوية، النسبة المئوية اللي تقابل 12 50% اللي هي 0.5 يطلع عفوا 20 ناقص 4 16 في 0.5 يطلع 8 زائد المينيمم، المينيمم بهش حالة هنا اللي هي 4 زائد نقول 4 يطلع 12 وهكذا بالنسبة لبقية القيم. إذن هذا هو الكاليبريشن تيبل. ممكن أنه أنت هذه القيم قلنا ما أنطيك إياها كلها أنت تسويها، ممكن أنطيك بعض القيم والبعض الآخر مجهول، أقول لك كمل لي هذا الجدول تنتبه للسؤال. نروح إلى موضوع آخر اللي هو الترانسميتر، هذه موجودة أسفل الخزان. إذن الموضوع بسيط وأخذنا على الإكزامبل سابقا هومورك إذا كانت في أسفل الخزان شلون راح نطلع الكاليبريشن تيبل. هذا هو في أسفل الخزان موجودة، طبعا هنا ماكو دايفرام معناها السائل الداخل الخزان النفطي هو نفسه داخل الامبلس لاين، اذا الكثافة مات الامبلس لاين هنا السائل الفل فلود داخل الامبلس لاين نفسه 49.3. فهنا اريد اللور رينج فاليو، يعني في حال انه صفر التانكي ماكو سائل فقط السائل مال الامبلس الفل فلود داخل الامبلس لاين هذه الضغط مالته، وفي حال الأبر رينج فاليو في حال أنه امتلاء الخزان إلى أقصى ما يمكن 100% إيش قد راح يكون الضغط؟ طبعا إذا امتلى 100% راح يكون ضغط الإيثانول داخل السائل الخزان وأيضا ضغطه داخل الإمبلس لاين، فارتفاع السائل راح يكون 40 زائد 30 راح يساوي لي 70 في حالة الأبر رينج فاليو. فنفس السؤال هنا what is the 3 point calibration table، هنا رايد منك 3 point، قلنا 3 نقصها 1 يعني 2 point، الرينج قد منطيني اياه؟ منطيني اياه يتراوح من 0 الى 40، هذا ما لنا غرض به، هذا ارتفاع مو ارتفاع السائل، هذا المطلوب من 0 الى 40. فاقول 3 point معناها نقصها 1 2 بوينت، ف ال 40 تقسيم 2 راح يساوي لي 20، اذا الستيب مالتي راح يكون 20 20، فمن ضمنها الصفر والنوب 20 والنوب 40. طبعا هذه قلنا شلون نستنتجها، 20 تقسيم 40 في 100% يطلع 50%، 40 تقسيم 40 في 100% يطلع 100% وهكذا. اجي هنا البريشر رايده بوحده الانش اوف ووتر، انش اوف ووتر ركزوا وياي، انت هنا مخير اما توجد لي البريشر بالبي اس اي وبعدين تحوله الى الووتر كولوم او مباشره بالووتر كولوم تستخدم هذا القانون، فانت مخير بالاجابه. بكل الاحوال عندما الصفر عندي صفر ارتفاع السائل داخل الخزان صفر، اذا ماكو ارتفاع بس اكو ضغط بسبب الفل فلود داخل الامبلس لاين اللي ارتفاعه شقد هنا سائل 30، لذلك تشوف قد ما ماكو ارتفاع بالسائل ماكو سائل بالخزان اكو بريشر، سلط لي بريشر مقداره 10.3 بي اس اي. خلينا نشوف هذا شلون حسبنا، فلو كان استخدمنا مباشره وجدت بوحده البريشر بالانش اوف ووتر يعني inch of water column عندي ال P oil القانون السابق P water بالspecific gravity، فال P water بالspecific gravity specific gravity هو كثافة ال oil تقسيم كثافة الماء،
فالاويل ايش قد منطيني اياه هنا؟ 39 49.3 تقسيم كثافة الماء تحفظها اللي هي 62.4 تطلع السبيسيفيك جرافيتي. البي ووتر هنا راح اشوف ايش قد في حالة الصفر، قلنا فقط هذا الارتفاع اللي هو موجود 30 قدم، فالقدم احولها للانش اضربها في 12، اذا 30 في 12 يطلع لي 284 ووتر كولوم. بعدين هذا الووتر كولوم حتى احوله للبي اس اي اقسمه على 27 تطلع لي 10.3 بي اس اي. يجي شخص يقول لا انا مباشرة اريد استنتج البرجر بوحدة البي اس اي مباشرة واستخدم القانون اللي هو رو جاما في الاتش، وتساوي هنا عندي الجاما 49 في الاتش ارتفاع السائل بالامبلس لاين، هنا صفر فت يعني ماكو ارتفاع بالخزان صفر فت، بس اكو ارتفاع بالامبلس لاين يسبب لي ضغط على الدايفرام في 30. هذا المقدار هاي الاقواس تقلب تقسيم 144 حتى يطلع لي البي اس اي. بعدين البي اس اي يعني اوجد هذا بالبي اس اي كله، بعدين احوله للووتر كولوم اضربه في 27، او بالعكس اطلع بالووتر كولوم كلهن بالووتر كولوم من خلال هذا القانون وقسمه على 27، يعني هذا البي اس اي من الووتر كولوم والعكس صحيح، يعني كل هذا استنتجه بالووتر كولوم بعدين اضربه او اقسمه على 27 حصل كل البي اس اي، او البي اس اي اطلعه كله وبعدين اضربه في 27 حتى احصل على الووتر كولوم، فانت مخير. بكل الاحوال انت من توجد البي اس اي او الووتر كولوم اوجد لاول قيمه وثاني قيمه، وتبقى المعادلة أنه شون أوجد القيم الوسطية مثل ما علمتك، مثلا هذه القيمة شون أوجدها هي برجر، أروح لمعادلة البرجر، إذا تيار أوتبوت أروح لمعادلة الأوتبوت، بنفس كل الحالتين هي نفس المعادلة، مثلا هذا البرجر شون طلع ل 17.1 أروح إلى الماكسيمم اللي هو هنا 24 ناقص المينيمم 10.3 في النسبة المئوية اللي تقابل لي هذا المقدار اللي هو 50% هذا زائد المينيمم اللي هو 10، هنا المينيمم 10.3 يطلع ل 17.15، وهكذا بالنسبة للقيم الوسطية، يعني أوجد أول قيمة وثاني قيمة والقيم الوسطية من خلال هاي المعادلة، ومن بعد ما أجد هذا حسب نسبة التحويل أو علاقة التحويل أحوله للووتر كولوم، هذه مباشرة أطلع بهاي المعادلة. يبقى تنتبه في حالة العشرين من يرتفع هنا السائل يصير 20 نص تقريبا 20، فعندك 20 هنا و عندك هنا 30 صار 50، فمن تريد تجي تحسب هذا المقدار شو تقول؟ تقول بدل ما 30 تقول 30 زاد 20، لان 20 صعد بالتانكي معناها بالتانكي 20 وبالامبلس لاين شقد في الفلود 30 فصار 50، فتعوض هنا 50 في 12 في هذا المقدار راح يطلع لك هذا المقدار، يعني تعوض بدل ما هنا 50 راح يطلع هذا المقدار. من يصير 40 راح شو تسوي؟ هنا 40 وهنا 30 معناها 70، فتعوض هنا بالمعادلة 70 في 12 مضروب بهذا المقدار الاس جي راح يطلع لك هذا. نفس المعادلة مع البي اويل ايضا نفس الحالة، الجاما هنا فبالعشرين راح بدل ما 30 هنا تعوض 50، وبالاربعين من يصير 40 بالتانكي معناها البرجر المسلط على الهاي بورت راح يصير 40 بالتانكي و30 بالامبلس لاين، فتعوض هنا حتى تحسب هاي القيمة تعوض مثلا خلنا ناخذ هاي القيمة 24 منين اجتنا اذا اريد استخدم هاي المعادلة اللي هي 49
49 الكثافة، 49 كثافة، بوينت 3 العفو، في الارتفاع ايش قد؟ راح يصير 70 قد ما يكون بالتانك 40، الارتفاع الكلي راح يصير 70 تقسيم 144، يطلع 23 بوينت 9.6 واللي هي تقريبا 24. هذا ان شاء الله هذا المثال واضح، واي استفسار انا حاضر. شكرا جزيلا، حياكم الله.